أحلى الأيام، أحلى النغمات والكلمات من زمن الفن الجميل. المايسترو رفيق حبيقة كبير من لبنان، واحد من أعلام الموسيقى الشرقية. ولد بشباط 1941، أصل العيلة من بسكنتا، إنما النفوس من زحلة وترعرع ببيروت، حيث المجتمع المختلط دينيا ومذهبيا وثقافيا وحضاريا. بعمر 5 سنوات تعرض رفيق حبيقة لحادثة أدت أنه يفقد عينه اليسرى، وهالشي أثر على حياته وخليه ينزوي مع نفسه، وهيك اكتشف شغفه بالموسيقى وقدرته على إدراك المفاهيم المعقدة والصعبة، فدرس أصولها لوحده. ودق ابواب الناس كلها وبالاخر دق ابوابي، تتسكر ابواب الناس وقلبي بينسى كل الناس، تتسكر ابواب الناس قلبي بينسى كل الناس، ما بينسى اغلى احبابي. ابواب الناس كلها وبالاخر دق ابوابي، ابواب الناس كلها وبالاخر دق ابوابي، تتسكر ابواب الناس قلبي بينسى كل الناس، تتسكر ابواب الناس قلبي بينسى كل الناس، ما بينسى اغلى احبابي. يا حنين روح يا غالي يا رفيق الروح، صار بعيني ولا تروح لا تنساني بغياب، منديلك يا حنين روح يا غالي يا رفيق الروح، صار بعيني ولا تروح ولا تنساني بغيابي. ابواب الناس كلها وبالاخر بيت ابوابي، ابواب الناس كلها وبالاخر بيت ابوابي، تتذكر ابواب الناس قلبي بينسى كل الناس، تتذكر ابواب الناس تتذكر ام الخال يا ابو الشال العنابي، وهديتك منديل وشال وغنيه حلوه وموالك، تتذكر ام الخال يا ابو الشال العنابي. ابواب الناس كلها وبالاخر جبت ابوابي، ابواب الناس كلها وبالاخر جبت ابوابي، تتذكر ابواب الناس قلبي بينسى كل الناس، تتذكر ابواب الناس قلبي بينسى كل الناس، ما بينسى اغلى احبابي. ودق ابواب الناس كلها وبالاخر دق ابوابي، ودق ابواب الناس كلها وبالاخر دق ابوابي، تتسكر ابواب الناس قلبي بينسى كل الناس، تتسكر ابواب الناس قلبي بينسى كل الناس، ما بينسى اغلى احبابي. كان رفيق حبيقة بعمر 12 سنة لما توفت والدته، كما وأنه مرض والده، فانتقل إلى مدرسة مار منصور المهنية، وهنيك كان يتعلم ويشتغل ليساعد عيلته. تعلم نجارة والحديدة وغيرها كتير من المهن بأقل من سنة.
باب الحب جاء وابني الصدى لا تسأل بهالبيت مش باقي حدا حالي وقفت وقدم علي النار حالي وقفت وقدم علي النار صار الدموع العين تكرجع هدا باب الحب وفوت حط بعسنين الفرقان دق باب الحب وفوت حط بعسنين الفرقان حب الخالد ما بيموت مثل التاريخ بيرقى دق باب الحب وفوت حط بعسنين الفرقان الحب الخالد ما بيموت مثل التاريخ بيرقى يا معيشني عالأحلام حارم عيني الليل تنام يا معيشني عالأحلام حارم عيني الليل تنام تتذكر كل الأيام وبتنسى يوم الملقام يا معيشني عالأحلام حارم عيني الليل تنام تتذكر كل الأيام وبتنسى يوم الملقى حب الخالد ما بيموت مثل التاريخ بيبقى حب العسنين الفرقة حب الخالد ما بيموت مثل التاريخ بيبقى حب اللي بقلبي مكتوب بايو قلبي عم بدوب حب اللي بقلبي مكتوب بايو قلبي عم بدوب والأساوي يا محبوب خلاني عندك خلقال حب الخالد ما بيموت مثل التاريخ بيبقى باب الحب وفوت حط بعسنين الفرقة حب الخالد ما بيموت مثل التاريخ بيبقى كان رفيق أحبيقة متفوق بدراسته وبارع جدا بألمه وريشته وهالتفوق خلى مدرسته تستعين فيه كأستاذ رسم لمختلف الصفوف ولكن بقيت الموسيقى عشقه فتخلى عن كل شيء ليحقق حلمه حبك مذوبني وقلبي
من حجر سفرك تعبني وآه من السفر حبك مدوبني وقلبك من حجر رجعني عقلبك مشتاقة لقلبك رجعني عقلبك مشتاقة لقلبك واللي أنا بحبك يا حبيبي وديني سلام يا حبيبي حرام حرام يا حبيبي وديني سلام يا حبيبي حرام حرام يا حبيبي خلصت الأيام وتعب الكلام من كتر مكاتيبي يا حبيبي وديني سلام يا حبيبي حرام حرام يا حبيبي قصيت الايام بعين الكلام من كتر مكاتيبي يا حبيبي وحياتي الليالي لعشناها سوا ودمع الحب الغالي وايام الهوى وحياتي الليالي لعشناها سوا ودمع الحب الغالي وايام الهوى وديني شي بسمي عجوان احشي بسمي وجنب عن كتير بي يا حبيبي وديني سلام يا حبيبي حرام حرام يا حبيبي قصيت الايام وتعب الكلام من كتر كتير بي يا حبيبي طريقة ورجع اللي كان صورنا العتيقة أكلها الزمن شفلك شي طريقة ورجع اللي كان والحب يودينا من مينا لمينا وتغرم ليالينا يا حبيبي وديني السلام يا حبيبي حرام حرام يا حبيبي وديني سلام يا حبيبي حرام حرام يا حبيبي قضيت الايام وتعب الكلام من كتر كتيبي يا حبيبي صنع رفيق حبيقة عوده الاول بنفسه وكان بعمر المراهقة لا يقدر يعزف ويغني ولما عرف عن علم النوتات اشترى كتاب مخزق عن رصيف وصار يدرس فيه من دون استاذ وصار هو الاستاذ Yeah.
أسرارك أخبار وعجائب، وقالوا يا منارك لوعت حبايب. سمعنا عن أسرارك أخبار وعجائب، قالوا يا منارك لوعت حبايب. قولوا يا نشامة عن أول علامة، قولوا يا نشامة عن أول علامة. بكتاب الهوى بكتاب الهوى حضرنا على بارك، حضرنا يا هوى يمنا لأمانك، حضرنا يا هوى لبع عمرنا هويتا ونشال العين. ترى العاشق ايامه هنيه، قولوا لي الحكايه لا تكذب عليا. يا هل ترى العاشق ايامه هنيه، قولوا لي الحكايه لا تكذب عليا. طمنوا لي قلبي نوروا لي قلبي، طمنوا لي قلبي نوروا لي قلبي. بعمر 18 سنة قرر رفيق حبيقة يعزف على آلة الكمان، فتعلم بالنظر لغيره من بعيد وصار أحن عازف كمان بلبنان. صار يعزف مع صديق لإله ببعض الفرق الصغيرة فتميز وتعرف عليه أهل الاحتراف. وعن رفيق حبيقة الأب والإنسان بتتحدث بنته جمانة وبتقول: من يومين ثلاثة بدق التليفون، بسمع صوت هيك فريش بيقول لي أنا باتريسيا جان أسيس من صوت لبنان. صوت بيوعيني من سبات عميق، حقيقة سبات عمره سنتين. بتقول لي: باتريسيا بدي أعمل حلقة عن رفيق حبيقة أستاذ فنان من الزمن الجميل. وأضافت: مين ما بيعرف رفيق حبيقة؟ صحيح، بس أنا كيف بدي أعرف أرجع أحكي عنك بعد كل شي مرق معنا هالسنتين، بعد ما توقف إحساسي ووقف نفسك فيي. فأنا ما بقى عم بسمع ألحانك، ولا عم بشوف فيديوهاتك، ولا عم فكر بشغلك، ولا عم بحضر عنك أي شي. كانت دموعي رح تنزل هي وباتريسيا عم تحكي، بس كأنه فجأة رجعت حس واتنفس، رجعت للمشاعر بعد ما كانت توقفت حياتي لتاني مرة. تعرف أول مرة توقفت حياتي عند رحيلك من 14 سنة، وكانت الطريقة الوحيدة لكمل إني أحكي عنك، عن فنك، واشتغل لإسمك وإبرز أعمالك. بس من 17 تشرين 2019 اللي كان يوم تكريمك بجامعة الكاسديك وما صار بسبب الظروف، يعني ساعة وقفت حياتي لتاني مرة، انقطع حبل أفكاري، انقطعت عن الإحساس، عن الحياة. بس بثواني وقت سمعت هون صوت لبنان، أجمل وأوفى إذاعة، وعيت. ولكن كيف ممكن أرجع للنقطة اللي وصلت لها من قبل سنتين؟ صعب، يمكن ما أقدر، رح أجرب معكم. تعرف أني أول ما بدي أحكي عنك، وأكيد لاحظ المستمعين هالشي، بتوجه بالحديث إلك تخبرك وخبرن شو عملنا وكل جديد. هلأ ما في شي خبرك عنه حتى يوم 4 آب المشؤوم، حيث اختفى بيتنا على الجميزة، تهدم، وخي لويس خلص البيانو، لوحاتك، العواد، الكمانجات اللي خلصوا من دون أضرار بتذكر الحمد لله. ونزلت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عن إعادتي كمانجتك الأساسية للحياة واعتنائي فيها، وتفاعلت الناس والصحافة معك بشكل كبير. جربت بهيك الوقت كمان أطلق فكرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحاتك على الفيسبوك واليوتيوب، هيك فكرة مين عنده شي خبرية أو خبرة شخصية أو ذكرى مهضومة عن رفيق حبيقة.
وبطلب هلأ من صوت لبنان ومستمعي صوت لبنان، من كل حدا عنده ذكرى أو خبرية شخصية مع رفيق حبيقة يبعث لي إياها على حسابي جمان حبيقة فيسبوك أو بيج مايسترو رفيق حبيقة. حسيت إنه المستمعين هلأ يمكن يقولوا ما حسيت ما عملت شي من سنتين، يعني هيدي حقيقة هيك إشي طارقة وصغيرة، بس الكتاب، الألحان، المتحف اللي عشت كرمالهم غلفهم الضباب. كنت ناطر مني تكريم ورح أرجع من هاللحظة هلأ أسعى فيها، وبدي كمان أعمل قداس مميز ع اسمك بيحمل ألحانك السماوية وتراتيلك، بس هيدا بس خبر جديد لصوت لبنان، لأنه ما في أكتر من هيك خبرك إيه. رح خبر المستمعين عن ذكرياتي معك. بذكر وقت اللي كنت ترجع من حيال حفلة وتبوسنا ونكون نطرين هالبوسة أنا وخي حتى نحن ونايمين. بذكر كيف بستو عن نط على التخت وأنا وخي وتزكزكنا ونصرخ ونضحك ونلعب. بذكر إنه كل يوم أحد كنا نتغدى بمطعم رغم كل شغلك، بس تما تشتغل أمولي الماما حبيبتك بالمطبخ ونغني بالسيارة ويدلوا عليك الناس وأنا شوف حالي. بذكر كتير وقت تقلي بعد ما سمعك شي دندني هيك أو شي غنية، إذا ما كان صوتك مثل أم كلثوم ما فيك تغني. طيب بموت بالتمثيل هي وتركت فيي من ممثل مسرحي لا ممثل تلفزيوني لا تلفزيون لا معهد، وتقلي شو نحن بهوليوود. ورجعت رحت صوب الصحافة اللي بحبها كتير. آمنت يا بي دايما ببعد نظرك صحيح، بس كنت على طول إضافة لهالشي تاخدني معك كورال بألحانك وتخليني بالأجواء وتقلي فش خلقك، بس مش أكتر من كورال زلغوطة زقفة أو ترتيلة. كنت دايما مبهورة فيك بذكائك بفراستك بتواضعك بعبقريتك، وفخورة بألحانك وبكل شي فيك. ما فارقك وسجل لك كل مقابلة كل برنامج كل حلقة كاسيت أو فيديو. ايه بذكر شو كانت حلوة هالأيام اللي كانوا كل الفنانين يجتمعوا عندك ببيتنا على الكراسي على السجادات على الطاولات، خصوصا أيام استوديو الفن وليل لبنان اللي للأسف معدينهم سيمو أسمر ومكرم حنوش كمان فرقونا. بذكر الطاولة الكبيرة اللي بتشهد على ولادة توزيع تقريبا كل الألحان المميزة لكبار ملحنين هيك الزمن الجميل. وبذكر لما كنا نسألك سؤال أو نحكيك وتجاوب بعد شي 10 دقايق ونضحك، أو تسكتنا تتسجل شي لحن ويرن التليفون مثلا وكمان نضحك. خليتني رفيق حبيقة وخليت طفولتي أنت وأمي أحلى طفولة وأسعد طفولة وأغنى نمو وأجمل حياة. اشتقت لك كتير كتير، كلنا اشتقنا لك. شكرا باتريسيا، شكرا صوت لبنان الحبيبة، شكرا مستمعينا اللي تحملتوني. وإلى اللقاء بتكريم وقداس كتاب متحف أو أي شيء عن رفيق حبيبي. البنت المهضومة تكبر بالأوهام وحقوق.
الهمة انت وخيا وامة او بتنصف صبي صبي ولا بنت صبي ولا بنت يا هالطفل الجاي وما منعرف شو اسمك جاي من الحكاية ولو نستدج رسمك خايف لما تكبر الدنيا بعينك تصغر انا خايف لما تكبر الدنيا بعينك تصغر خايف لما تكبر الدنيا بعينك تصغر وتشقى يا صبي كتبنا الأسامي ونقينا المنري وحينا الأسامي وشو طالع بإيد وبدنا بالسلام يخلق طفل جديد ما بتفرق حياة الله كلهم خلقت الله ما بتفرق حياة الله البنت صبي صبي ولا بنت صبي ولا بنت. بدأ رفيق حبيقة مسيرته الفنية بالعزف المحترف سنة 1960 ببرامج تلفزيونية فنية ببداية التلفزيون بلبنان. سنة 1962 وعند إنشاء أول برنامج للهواة كانوا عم بفتشوا على شخص بيفهم النوتة وبيعرف يدير فرقة، فوقع الاختيار على رفيق حبيقة يلي كان يحمل براسه كل أغنيات العالم العربي، وهيدا البرنامج خرج إلي شويري، سامير يزبك، عصام رجي، ملحم بركات وغيرهم. سنة 1964 بدأ رفيق حبيقة يوزع أغنيات الفنان وديع الصافي ويقود فرقته الموسيقية وجال معه بكل أنحاء العالم ونشروا الفن اللبناني الأصيل. الحلوين
وين الوعدون وباب صارت تسرد أفكار وشولات الباب نتع الوعد ديارنا وين الوعدون وباب صارت تسرد أفكار وشولات الباب مين البيعة همي يا والحنين كل الحبايب في غربتهم ما يضل وانزالت قلبي جاوي طمن لي قلبي وقلبي دبر كل الحبايب في غربتهم ما يضل وانزالت قلبي جاوي طمن لي قلبي وقلبي لو بكرة جاي يا والحلم يا هوى يا هوى الحلوين سلم على الحلوين يا هوى الحلوين سلم على الحلوين ناطر قلبي ناطر بده يسافر ناطر قلبي ناطر بده يسافر سنة 1966 بدأ رفيق حبيقة بمواكبة السيدة سميرة توفيق فقيد فرقتها الموسيقية ولحن لعشرات الأغاني الناجحة مثل رف الحمام، اسوار الذهب، دخلك يا بير وباقي القائد للفرقة الموسيقية بكتير من برامج الهواة من أول استوديو الفن سنة 1973 وليالي لبنان وبالكتير من المقابلات واللقاءات الإعلامية المسموعة والمرئية. اشتهر رفيق حبيقة باللوازم المميزة كما اشتهر ايضا بالموال الملحن وعرف بالاغنيات العربية الصعبة والغريبة يلي بتستخدم كل المقامات وهو يلي غير المفاهيم بتكوين الفرقة الموسيقية فاعطى لكل آلة الجمل يلي بتبرز جمالها وخصوصيتها كما وانه ادخل الطبل للمرة الاولى على الاغنية اللبنانية مع يعين مليتين وهي من الحانه للسيدة سميرة توفيق.
لقب رفيق حبيقة بموسوعة الموسيقى الشرقية، وصار المعلم لأداء التفاصيل وأصبح مقصود وبينحسب له ألف حساب، فهو قائد بكل ما للكلمة من معنى، بيوزع اللحن، بيكتب النوتة بحسب طبقات الصوت، وبيقود المجموعة بمسؤولية وتركيز عالي، فكان يعطي لكل آلة حقها ودورة ويساعد المغنيين كتير. كان يعلمهم مخارج النغمات والحروف ويسجل الجملة الموسيقية نوتا نوتا تيحصل على الأجمل من صوت أي مطرب. فالمايسترو رفيق حبيقة كان مميز جدا بمجاله، لأنه بيعرف جمالات جميع الآلات وسر كل آلة لوحدها. Oh.
فنان بطلب يصير من اهل البيت بيشوف عوجوه الكل يا ضيف دارك خلي والضيف فنان بطلب يصير من اهل البيت بيشوف عوجوه الكل يا ضيف دارك خلي من ضل هيكي من ضل عندي انطفح بالزيت من ضل هيكي من ضل عندي انطفح بالزيت للحب للعز شعار استوقف توزيع رفيق حبيقة أهل الصحافة فقالوا اللي بيستمع لتوزيعات رفيق حبيقة بيتوقف عند عبقرية هالفنان الكبير يلي لا يقارن بحدا. وزع رفيق حبيقة لكبار الفنانين مثل فريد الأطرش، الرحابني، فيليمون وهبي، وديع الصافي، روميو لحود، ملحم بركات، إلي شويري، توني حنا وغيرهم. بالتلحين دمج رفيق حبيقة النغمات ببعضها، وهالشي أدهش المتخصصين بهالمجال، فوجد طرق جديدة تبع الجميع وأصبح لحن مدرسة متميزة حاولوا كتير يقلدوها. وعن المايسترو رفيق حبيقة بيتحدث الملحن والمؤلف الموسيقي والشاعر جوزيف مرادو بيقول: كل ما طلع علينا عيد وطني نتذكر الجندي المجهول، وبتذكرات الكنيسة لشهداء نتذكر الأبرار والصديقين اللي ماتوا ومجهولي الاسم، وخصصت لهم عيد هو جميع القديسين. كذلك كل ما تذكرنا تاريخنا الفني اللبناني بيستوقفنا اسم رفيق حبيقة. هيك الأشياب دائم البسمة لمعلم رفيق حبيقة على ملقبه عاصر رحباني لدقته بكتابة النوتة الموسيقية. هو أحد أعلام الموسيقى اللبنانية بالتلحين لأغنيات سكنت البال والذاكرة مثل خطرنا على بالك، لتحلفيني بالشنب، يا عين مليتين دخلك الهوى، وموزع موسيقي مؤلف لأغلب مقدماتها الموسيقية لكبار الفنانين، يعني بمعنى آخر مشارك بتلحينها مثل الفنانين الكبار أمثال وديع الصافي، فيليمون وهبي، ملحم بركات، إلي شويري وغيرهم. توزيع الموسيقى اتسم بالفرادة والنكهة العلمية بما نسميه بعلم الموسيقى دون لارموني كونتر الشان، يعني الآلات مش مهمتها بس مرافقة المغني لحنا كما كان سائد بالعصر المصري وتأثيره على لبنان. مين منا ما سمع أغاني فيروز بشعر جوزيف حرب، ألحان فيليمون وهبي مثل طلع للبكي، لما على الباب أسمينا. طيف رفيق حبيقة ظاهر بأنفاس الموسيقى. بذاك العصر كانت الآلات هي الآلات التقليدية، هو أدخل آلة الأورج والجيتار، وكان المجلي بذاك الزمن أكتر شي فيهم هو اليسر رحباني.
بس رفيق حبيقة عطاهم أدوار، والجيتار خصوصا ما كان دوره بس المصاحبة الأرمونيك يعني الأذكار، عطا أدوار جمل موسيقية بالمقدمة موسيقية وبالانترفال أي الفواصل الموسيقية داخل الأغنية. مرهف الإحساس بتقنية عالية عزفا على آلة الكمان الفيولون والعود، مع تميز بأدائه لامتلاكه صوت كتير حلو، لو قدر إله أن يغني لكان من مصاف الكبار. عشقته الكاميرا ببرامجها الفنية وعرفه الجمهور الواسع، نقيب لموسيقيي لبنان لمدة 20 سنة بأحلك الظروف. فكان الجندي المجهول عارف بمقاس موسيقيي بيئل مساعد ومسهل لألهم بفرص أعمال عاشوا وانطلقوا من خلاله. غيبوا الموت فرسم إلنا بذاكر تاريخنا الفني أجمل اللوحات، وهو الرسام وكتب اسمه بسفر الخلود. رفيق حبيقة هترك باقي بالزمن. جوزيف مراد. المناديل طوحوا طوحوا بالمواويل،
جرحوا جرحوا بالصوت الجميل ونوحوا نوحوا على الغياب الطويل. بيقول المايسترو رفيق حبيقة: الخلق لله وحده، إلا أنه الموسيقى إبداع، والملحن يلي بيستنبط لحن ما في مثله هيدا هو الملحن الحقيقي.
توفي المايسترو رفيق حبيقة ب 19 أيلول 2007 من بعد صراع أليم مع المرض، ولكنه عايش ببال وذاكرة كل الموسيقيين والمحبين. هو يلي أغنى المكتبة الموسيقية اللبنانية ولونا وأعطاها روح مختلفة. أحلى الأيام، إعداد وتقديم باتريسيا أسيس، إخراج جورج الحلو.